بداية الكبرى. مرحبا يا ابو متلع، والميكروفون والكلمة لك. شكرا سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، أيها المتابعون الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم وأهلا بالإثارة دائما. أهلا بحضراتكم في هذه الجائزة العريقة، في جائزة زايد الكبرى، في هذه الجائزة التي حافظ عليها أبناء زايد فاستمرت وجاءت لها الشعارات الكبيرة، حفاظا على الموروث العربي الأصيل، حفاظا على العادات والتقاليد. انطلق حفلنا الكريم منذ قليل. الشوط الرئيسي، شوط الخنجر الذهبية للثنايا البكار، ومسافتنا هي 8 كيلومترات. الله يا شوط الخنجر. تابعنا معكم أشواطا رئيسية مضت، وهذا الشوط لا يقل أهمية عن سابقه من الأشواط. أبدأ مباشرة في التعرف على المركز الأول، وهذه الشاهينية تنطلق إلى الصدارة وإلى آفاقها الجميلة. الشاهينية لهجن الرئاسة، يضمر الشاهينية راشد بالسم المنصوري. المركز الثاني أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة، ويضمرها السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري. أما المركز الثالث فتأتي مشكورة أيضا لهجن الرئاسة، ويضمر مشكورة عيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي. في المركز الرابع أجد هملولة تنطلق بالشعار العيناوي، شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، ويضمر هملولة محفوظ بن خميس الجنيبي. أما المركز الخامس تتقدم فيه الظنة والظنون فيها كبيرة، هذه الظنة إذن لهجن الرئاسة، ويضمر الظنة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز السادس فأجد هنا تفسير تنطلق إلى المركز السادس حاملة على ظهرها شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها إسعيد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثامن فتتقدم إليه مشكورة لهجن الرئاسة، عيسى بن أحمد بن مطر الخيلي مضمرا لها ولانطلاقتها. بينما المركز التاسع هنا سحايب تسحب المركز التاسع، وتريد أن يكون سحبها سحبا موفقا للناموس. هذه سحايب الخير، سحايب العطاء مع شعار العطاء الدائم، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمحنك سعيد بن راشد بن غدير يرافقها كما يرافق تفسير التي أذعت عليها مسبقا. المركز العاشر هنا تنطلق العاصمة، في عاصمة الميادين وفي عاصمة الإمارات الحبيبة في ميدان الوثبة، العاصمة لهجن الرئاسة، يضمر العاصمة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في شوط يكون فيه التحدي دائما بأبعاده الرسمية، لأن هذا الشوط رصدت له جائزة كبيرة عبارة عن خنجر ذهبية. ففي أشواط الخناجر ستبح الحناجر، وسوف نستمتع جميعا برؤيتنا لهذه المناظر. الشاهينية على المركز الأول ما زالت متفوقة على نفسها ومتفوقة على الجميع. هذه الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المستحيل الذي لا يعرف الطريق إلى المستحيل، راشد بن محمد بالسم المنصوري. في المركز الثاني الشاهينية أيضا لهجن الرئاسة بقيادة مستحيل المضمرين، راشد بن محمد بالسم المنصوري. وهملولة تحتل المركز الثالث الآن، تنطلق بدمائها النقية، بدمائها الأصيلة. في المركز الثالث الله
رايه ملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان يضمرها محفوظ بن خميس الجليبي في المركز الرابع. أتابع مشكورة أيضا لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد الخيلي يتابعها في عملية التضمير، ولكن أجد التسلل من قبل الظنة الآن بدأت تتسلل وبدأت تتدخل. الظنة لهجن الرئاسة يضمرها البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ومشكورة من الجانب الأيمن أيضا تدلي بدلوها في هذا الصراع في هذا النزاع. ونحن الآن نقترب مشاهدينا الكرام من جسر العبور، وفي جسر العبور من سيحظى على جواز المرور إلى الخنجر الذهبية. الآن مشكورة تتسلل وتتقدم إلى المركز الرابع لهجن الرئاسة يضمرها عيسى بن أحمد الخيلي، ولكن سحايب غيرت وانتقلت سحايب، تدخل قوي جدا، تدخل يلفت الأنظار وإليه تشخص الأبصار، غيرت الآن في هذا المضمار ليكون المشوار مشوارا نحو الانتصار. هذه سحايب الآن قلبت الموازين رأسا على عقب. عندما اقتربنا من جسر العبور قالت أنا معي جواز المرور، مري واعبري إلى الصدارة. هذه سحايب إذن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها المضمر المحنك سعيد بن راشد بن غدير المركز الثاني. هنا أتابع يا سلام هملولة الآن بدل عازل هملولة بالتقدم، هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان يضمرها المضمر الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي ومشكورة على المركز الرابع أو الثالث لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مطر الخيلي في التضمير المركز الرابع. يا سلام يا الشاهينية. وفي المركز الخامس أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة المستحيل في التضمير. المركز السادس وصل التفسير وانطلق التفسير أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومحنك المضمرين سعيد بن راشد بن غدير الكتبي. الله الله كيل وين ونصف على النهاية، كيل وين ونصف على ختام المسيرة، وما زالت سحايب هنا تسحب هذا الشوط كيفما أرادت كيفما اشتهت. في المقدمة دائما تبحر كما تبحر مبحرات السفن. هذه إذن سحايب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير في التضمير المركز الثاني. هملولة تواصل الضغط وتنطلق هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان يضمرها الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. الله الله يا شوط الخنجر بدأ أيضا شعار هجن الرئاسة يقترب مشاهدينا الكرام. وكذلك أجد من الجانب الآخر تتقدم تفسير لنفسر هذا الموقف على أنها منافسة عملاقة جدا تجمع الشعارات الكبيرة. هنا في جائزة زايد الكبرى والمقدمة دائما مع سحايب. الله 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 سحايب إذن على المركز الأول، هملولة في المركز الثاني. يأتي الآن الدعم والإمداد اللوجستي من تفسير لسحايب. شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يقترب على ظهر تفسير، نجد هذا الشعار في المركز الثالث. مشكورة على المركز الرابع تريد الشكر والثناء بعد أن تحاول أن تنتزع هذه الخنجر. الرمز في الانتظار. ندخل الآن في حزام الأخضر حزام الغابات وسحايب على الصدارة على المركز الأول. يا سلام الخنجر الخنجر وسحايب على موعد مع الخنجر إن واصلت. هذا العطاء عطاء لا حدود له. والمركز الثاني هملولة تفسير على المركز الثالث، مشكورة على المركز الرابع. وتأتي الظنة الآن، الظنة بالظنون الكبيرة بالظنون والآمال المعلقة على انطلاقتها. الظنة لهجن الرئاسة محمود بن سالم أو محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقترب البروفيسور، ولكن اقترب
اقترب من الكيلومتر الأخير، اقترب هنا من الهبوط التدريجي نحو المنصة الرئيسية. سحايب على المركز الأول، هملولة تحركت، أصدرت عليها الأوامر المباشرة، ولكن ما زالت سحايب على الصدارة، سحايب على المركز الأول. الشوط صعب، صعب هذا الشوط. مشكورة بدأت في الانطلاق، بدأت أيضا تكشر عن أنيابها في سبيل الوصول إلى الخنجر، إلى الرمز. الله سحايب إذن المركز الثاني مشكورة، وفي المركز الثالث بدأ التدخل مع العاصمة وصلت العاصمة هنا في المركز الثالث لهجن الرئاسة، يقودها البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. غيرت مشكورة، العاصمة قادمة، تفسير أيضا تتحرك، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن هجن الرئاسة على المركزين الأول والثاني. العاصمة مشكورة والعاصمة، إلى أين سيكون الشكر؟ إلى أين سنزف التهنئة؟ لا شك بأننا سنزفها إلى هجن الرئاسة، ولكن إلى أي من هذه الأسماء؟ العاصمة مشكورة، البروفيسور والبارع، البارع والبروفيسور، بروفيسورية البروفيسور وبراعة البارع. العاصمة مشكورة العاصمة، الخنجر يا سلام، الخنجر مكرر هنا ما بين مشكورة والعاصمة، ولكن البارع ببراعته يقود مشكورة إلى الخنجر. تهانينا عيسى بن أحمد الخيالي على فوز مشكورة بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت فيه العاصمة لهجن الرئاسة، المركز الثالث جاءت فيه تفسير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع جاءت فيه الظن لهجن الرئاسة، والمركز الخامس كان مع هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان. إذن التوقيت الزمني مشاهدين الكرام الأفضل من مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 11 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية هو توقيت مشكورة. تهانينا لهجن الرئاسة وإلى المضمر البارع عيسى بن أحمد الخيلي. المركز الثاني جاءت فيه الظنة وتوقيت أو العاصمة وتوقيته 12 دقيقة 11 ثانية، 8 أجزاء من الثانية أو 9 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث فجاءت فيه تفسير وتوقيتها 12 دقيقة 14 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة للمضمر سعيد بن راشد بن غدير الكتبي.